الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 80 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و33 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 80 سنتا أيضا ليصل إلى 85 دولارا و73 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق أصبح مكباً للسلع الرديئة والفاسدة بسبب استمرار التهريب والفساد في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها أحزاب السلطة وميليشياتها. وأوضح الخبراء أن العراق كان يستخدم أنظمة إدارة الجودة والمعيار الدولي ISO، ولكن حصل تراجع بعد عام 2003 ما أدى إلى دخول السلع الرديئة جدا وسيئة المخالفة للمعايير الدولية والتي تؤدي إلى مخاطر عديدة أثناء استخدامها، مشيرين إلى أن دخول تلك السلع التي ليس لها قيمة سبب تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة. تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 35 قرشاً في ظاهرة مغايرة للاتجاه الهبوطي للعملات الأجنبية في مواجهة الجنيه في سوق صرف لم يتجه إلى المرونة السعرية بعد التعويم الرابع المنفذ منذ 6 آذار الجاري. وارتفع سعر الدولار من 47 جنيهاً للشراء بالبنك إلى 47.81 جنيها، وسعر البيع من 47.49 جنيها إلى 47.85 جنيها. وتجاهلت السوق الموازية التغيرات التي طرأت على سعر الدولار رسميا، إذ حافظت على معدلها السائد منذ يومين عند 47 جنيها و41 سنتا لسعر الشراء الدولار و48 جنيها و26 للبيع. انخفض فائض الميزان التجاري السعودي لشهر كانون الثاني عام 2024 على أساس سنوي بنحو 26.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وبنسبة 28.2% على أساس شهري بالمقارنة مع كانون الأول 2023. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات السلعية تراجعت في شهر كانون الثاني بنسبة 10.3% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%، وعلى أساس شهري تراجعت الصادرات بنسبة 3.6%. توقع تقرير صدر عن المؤتمر السنوي للمنتدى الآسيوي لعام 2024، توقع أن ينمو اقتصاد آسيا بنحو 4.5% خلال العام الحالي متجاوزا النمو المسجل العام الماضي. وحسب التقرير السنوي فإنه رغم مواجهة تحديات اقتصادية خارجية متعددة، سيحافظ الاقتصاد الآسيوي على معدل نمو مرتفع نسبيا مدعوما باستهلاك قوي نسبيا وسياسات مالية استباقية. وتوقع التقرير أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي لشرق القارة على نفس المستوى المسجل عام 2023 والبالغ 4.3%، بينما سترتفع نسبة النمو الاقتصادي للجنوب من 5.4% عام 2023 و2000 إلى 5.8% هذا العام لتحافظ على مكانتها كأسرع منطقة للنمو بهذه القارة.
وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.